بالأمس مشكورا الأستاذ شادي طلعت، هو المحامي أيضا من النقد المعروف والمرشح السابق لمقعد نقيب المحامين، أيضا أعلن تقدم مذكرة النقد. وأيضا الأستاذ المحامي بالنقد أيضا الأستاذ أسعد هيكل هو الآخر أعلن يعني دخوله في فريق الدفاع عن الدكتور أيمن نور، وهو واحد من كبار المحامين المصريين وشرف من شرف القضاء الواقف الأستاذ منتصر الزيات، الذي أعلن وفي بوست طبعا طويل عن انضمامه إلى قائمة الدفاع عن الدكتور أيمن نور.